رحب بضيفنا في الاستديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد تقي. مساك الله بالخير والنور والسرور. يا مرحبا، نورت الاستديو. الله يطول عمرك. ارحب فيك اختي ندى، وارحب اخوي ثامر، وارحب بالساده المشاهدين. يا هلا ومرحب فيك. وايضا ينضم لنا عبر الهاتف من المملكه العربيه السعوديه الاستاذ سالم بن عسكر اليامي، كاتب وباحث في العلاقات الدوليه ومستشار سابق لدى وزاره الخارجيه السعوديه. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. اهلا، مساكم الله بالخير، كل عام وحضراتكم خير وشكرا للاستضافة. وانت بالف خير يا رب. يعني بدايه نهنيكم بهذا اليوم اللي له وقع خاص جدا على الجميع. لو نعود بالحديث حول احياء ذكرى مراحل تاسيس المملكه العربيه السعوديه واهميه هذا الحدث استاذ على مر التاريخ. سؤال لي بعد اذنك؟ تفضل. اي نعم. ايوه شكرا، اجدد ترحيبي بحضراتكم وبالساده المشاهدين، انا سعيد للانضمام معكم في هذه المناسبه العظيمه لدينا في المملكه ولدى كل محبينا ومحبين هذا الشعب وهذه الدوله وهذه القياده، اشقاؤنا في الدائره الاولى الخليجيه واشقاؤنا في الدائرتين العربيه والاسلاميه. اهميه هذا اليوم هي يعني ذكرى للمؤسسين، ذكرى للاجداد، و استعادة للتاريخ، لأن هناك قناعة لدى صانع القرار في المملكة العربية السعودية بأنه من ليس له ماضي فلن يكون له حاضر، ومن ليس له حاضر سيعاني كثيرا في صناعة المستقبل. لكن لدينا الحمد لله، يعني نحن كما أشقاؤنا في كل مكان في منطقة الخليج، لدينا يعني هذه التجربة في الحقيقة العظيمة والجميلة في بناء الدولة، بناء المجتمع، بناء الحضارة، بناء التقدم، بناء التنمية. يعني كلها مسارات في الحقيقة كانت فعلا متزامنة، وكلها كانت يعني متراصة كما يقولون، أنتجت هذا البناء الذي يعني نحن في دول الخليج، دول منطقة الخليج، يعني نضاهي بها أكبر دول العالم استقرارا ورخاء وتنمية وتحديثا وتطويرا للإنسان الذي أصبح يعني يرتاد كل المجالات. ولو عدنا بالذاكرة القليلة إلى بضع عقود سابقة لم يكن لدينا في هذه المنطقة شيئا من ذلك كله، لكن كان هناك خطط وكان هناك عزم الرجال وكان هناك الأمان الخيرة لأبناء هذه المنطقة ولأشقائنا العرب وللعالم. نعم صحيح. طبعا مستمرين معك استاذ سالم، ولكن ننتقل لضيفنا في الاستوديو استاذ محمد. طبعا دائما ما تشارك الامارات احتفالات المملكه العربيه السعوديه في يوم التاسيس، ما مدى يعني توطيد العلاقات اللي نشوفها بين الدولتين، وما مدى عمق هذه العلاقات، وشو اللي ينعكس على الشعبين اصلا احتفال دوله الامارات واحتفالنا يعني كشعب اماراتي وفرحتنا الكبير بيوم التاسيس السعودي؟ بداية أنا خلني أنتهز الفرصة هذه وأبارك للمقام السامي في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وإلى ضيفنا وشعبنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس، اليوم الذي يعتبر يوم للفخر المتمرس في جذور راسخة لتاريخ المملكة العربية السعودية. العلاقة الإماراتية السعودية علاقة خاصة جداً وعلاقة متميزة مرتبطة بالقيادة وبالشعب الإماراتي والسعودي، مواقف خاصة، مواقف ثابتة، رؤية حقيقية تتميز بها علاقتنا مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. نشارككم هذه الفرحة الطيبة، نشارككم أيضا هذا التاريخ المبهر، التاريخ الذي يعتبره السعوديين هو مفخرة لهم وتوثيق لهم في السيرة الخاصة وعلاقتهم الخاصة بالقيادة في المملكة العربية السعودية. آل سعود الكرام، الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي. صحيح. من المقولات الخالدة التي ذكرها خالد الفيصل، والتي أصبحت الآن هي من يتحدث بها الإماراتي والسعودي في أي موقف نفتخر به. صحيح. ونبارك لهم هذا اليوم العظيم. فعلا من هذا المنطلق، الإماراتي السعودي والسعودي إماراتي، هناك العديد من المواقف الإنسانية، النشاطات وغيرها اللي أكيد تعكس العلاقة المتينة والجميلة بين البلدين. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع أستاذ محمد. خليني أقول صريح معاك، يعني دائما نحن أنا عندي المقولات الخالدة للقيادة الرشيدة هي مقولات اللي هي أصبحت عناوين لهذه الدول. نعم. الملك عبد الله الطيب الله ثراه ذكر في
في مقولة خاصة ذكرها معالي أنور قرقاش، وصل رسالة مع سعود الفيصل رحمة الله عليه، وقال أن الإمارات هو الحليف الصادق. صحيح. بعدها رد الشيخ محمد قال لولا المملكة العربية السعودية ما وصلت الإمارات لهذه الإنجازات الكبيرة. فأنا أعتقد أن العلاقة الكبيرة اللي تربطنا مع المملكة العربية السعودية علاقة راسخة متجذرة، لها تاريخ، لها مجلس تنسيقي مشترك كبير جدا من رؤية القيادة الرشيدة والتنسيق المشترك الكبير اللي نحن نشوفه حتى فعلا. في الملفات الكثيرة. صحيح. الملفات الاقتصادية، الملفات السياسية، والملفات الاجتماعية أيضا، والملفات الثقافية. أكيد طبعا. يعني ذكر محمد العلاقات الأخوية. صحيح. بين الدولتين. نرجع للأستاذ سالم. أستاذ، العلاقات الإماراتية السعودية علاقات أخوية، وما أبرز المحطات التي تجسد هذه العلاقات الراسخة والمتينة الثنائية بين البلدين، مثل مخرجات مجلس التنسيق السعودي مثل ما قال أخينا وضيفنا محمد، وكل هذه الأمور اللي تصير بين الإماراتيين والسعوديين والشعبين اللي يودون بعض بشكل كبير؟ في الحقيقة يعني من يود الحديث عن العلاقات السعودية الإماراتية عليه أن يتذكر إرث كبير في الحقيقة من تطابق الآراء وتطابق وجهات النظر وتطابق المواقف أيضا. لعل أبرز ما أتلمسه أنا كباحث وكقارئ لهذه العلاقات، هناك عزم القيادات، لدينا وعي في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعي بأهمية أن يكون هناك علاقات متميزة. هذا ليس لصالح البلدين فقط، بل لصالح المنظومة الخليجية في المقام الأول، ثم المنظومة العربية والإسلامية، ولصالح العالم الذي يعني هذه التشاركية وهذه العلاقة الوطيدة توفر له أمنا واستقرارا ورخاء للتجارة الدولية وللعلاقات الدولية، خاصة إذا تذكرنا الرقعة الجغرافية المهمة التي نحتلها. الشيء الآخر يعني وعبر المجلس التنسيق الأعلى، العمل الذي يعني يتفق عليه الجانبان السعودي والإماراتي لا يرمى في الأدراج كما يقولون، لكن هناك مجلس نشط ومجلس عالي جدا المهام، وتشرف عليه القيادتين المباركتين في البلدين، ويدفع دائما بالأعمال المشتركة إلى الأمام، مما يؤكد ويرسخ ويقوي العلاقة بين الجانبين الإماراتي والسعودي. الشيء الأهم من ذلك أن الفترة الأخيرة يعني في علاقات المنطقة وربما في علاقات العالم بدأت تشهد يعني اختناقات، أو دعونا نقول يعني منعطفات، لعل يعني تعرفون حالة الاستقطاب الدولي اليوم، ثم هناك أزمات الطاقة، وكان قبلها جائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا. المواقف السعودية الإماراتية كانت متطابقة وكانت عنوانا واحدا لكل القوى الدولية، حتى تلك القوى التي كانت تعتقد أنها ممكن أن تحصل من يعني هذه الدول ومن هذه المناطق في العالم على كل ما تريد، لكن كان هناك إبرازا وإشهارا للمصلحة الأولى لهذه الدول، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، منطقة الخليج، إنسان الخليج، حضارة الخليج، تنمية الخليج. أصبح لنا اسم حقيقة، وهذا أنا أعتقد أنه شكل من أشكال التعاقد الإماراتي السعودي، يعززه أيضا اللحمة الخليجية عبر المجلس وعبر الإدارة العليا في مجلس التعاون، وعبر التنسيق العالي الذي شهدناه في السنوات. صحيح. الأخيرة للمواقف الخليجية. كل هذه الأمور في تقديري هي تصب في المصلحة، ودائما نتذكر إذا القيادات لمست أن في خطواتها المباركة ما يعود على الشعبين ثم على المنطقة ثم على العالم بالخير، في تقديري هذا يدفع القيادات المباركة والخيرة إلى المزيد من العمل والجهد والأماني الجيدة لشعوب هذه المنطقة وللعالم. صحيح. أستاذ سالم، رسالة منك بهذه المناسبة الوطنية عبر برنامجنا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم. أحيي كل إخواني وأخواتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشكر قيادة هذا البلد المبارك على المشاعر الطيبة التي يكنها للمملكة العربية السعودية ولقيادتها المباركة وشعبها، خاصة في مثل هذه المناسبة المهمة لنا في المملكة العربية السعودية. وأؤكد أن الإمارات هي السعودية والسعودية هي الإمارات، وأن
نحن بيت واحد ولحمة واحدة ومصير مشترك واحد. هذه هي القناعات الراسخة التي نتمنى نحن في هذه المرحلة من تاريخ هذه المنطقة أن نستطيع إيصالها للأجيال القادمة لتبني عليها مستقبلا زاهرا إن شاء الله. أكيد نبارك مرة ثانية أستاذ سالم بشكل خاص للسعودية وبشكل عام للوطن العربي أجمع على هذا اليوم الجميل. أستاذ سالم اليامي مستشار في العلاقات العام العلاقات عفوا الدولية، شكرا لك على هذه المداخلة عبر الهاتف. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. نتمنى لك باقي يوم سعيد بإذن الله. يعطيك العافية. طبعا نحن دائما سعيدين في هذا اليوم، وأيضا دائما ما تكون دولة الإمارات العربية المتحدة صحيح. عضيدة للسعودية الشقيقة فعلا. أنا بالنسبة لي برجع لمحمد في موضوع جدا مهم، من الممكن تكون يعني العلاقات جدا جميلة بين الإمارات والسعودية، وأيضا تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الوجهات للأشقاء السعوديين في أنهم يجون هذه الدولة. طبعاً نحن ما نعتبرهم ضيوف ولا نعتبرهم سياح، نعتبرهم أهل دار، ولكن شو الأشياء اللي تخلي السعودي دائماً ما يختار الإمارات أنها تكون من الوجهات السياحية المهمة لديه؟ طبيعي العلاقة الأسرية ممكن في البداية، الاجتماعية خلينا نكون صريحين مع بعض، والعلاقة الودية اللي تربطنا بينهم. ولا ننسى تصريح سمو الأمير محمد بن سلمان في إحدى القمم عندما ذكر اسم دبي، وذكر أنه يعني منبهر بما وصلت إليه دبي والإمارات من خلال التقدم السياحي والكبير في هذه المنطقة. علاقتنا مع المملكة العربية السعودية هي علاقة مرتبطة بالأخوة، مرتبطة بالتعاضد، مرتبطة بأمور كثيرة، حتى في أغلب المواقف، حتى المواقف الاقتصادية نرى صحيح. أن هناك توافق. يعني أعطيك مثال، مثلا إذا رحنا عند أوبك بلس نرى وزير الطاقة السعودي يتوافق مع وزير الطاقة الإماراتي، إذا تحدثنا على مثلا في موضوع القيادة الرشيدة في موضوع أزمة أوكرانيا في المجال السياسي صحيح. نرى أن هناك توافق إماراتي وسعودي في الملف الأوكراني. فهذا الشيء يعني له دلالات كبيرة جدا، وأكيد مردوده الكبير على الشعب اللي يرتبط بعمق العلاقات الاستراتيجية الكبيرة. لا ننسى أيضا الحاضنة الكبيرة للمملكة العربية السعودية للأراضي المقدسة اللي تربط الإماراتيين فيها، اللي هي مكة المكرمة والمدينة صحيح. المنورة، التي هي جزء لا يتجزأ من ديننا الإسلامي. فبالتالي هذه العلاقات مكتملة في جميع الأركان ومتواصلة في جميع الاتجاهات، ونرى هذه العلاقة الودية الجميلة صحيح. التي ترتبط بين الشعب لا. الإماراتي والشعب السعودي. أكيد أنا بمنك أيضا كلمة تهنئة للشعب السعودي بمناسبة هذا اليوم الجميل علينا في دولة الإمارات وأيضا في المملكة العربية السعودية. رسالتي للشعب السعودي أن يفتخر بوطنه ويفتخر بقيادته ويفتخر بيوم التأسيس، ويقرأ عنه السيرة الطيبة والتاريخية ليوم التأسيس صحيح. 3 قرون مش قليلة جدا في التاريخ فعلا. السعودي. نتمنى لهم الخير والأمن والأمان والاستمرار من التقدم والرخاء، والله يحفظ قيادتهم ويحفظ الشعب اللهم السعودي آمين. بإذن الله. بإذن الله. كل الشكر آمين. لك محمد تقي الصحفي والكاتب والمحلل السياسي شكرا. على تواجدك معنا وعلى كلماتك الطيبة. شكرا بيض الله. يعطيك ألف عافية. نورت.